اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد عادل، وده فيديو توتوريال جديد ليا من قناة هوك. طيب النهارده هوريكم ازاي بعمل فوتو مانيبيوليشن من خلال توظيف برودكت. يعني ايه؟ يعني انا عندي برودكت عايز اعمل منه شكل جمالي واوظفه بطريقه بحيث ان انا ابيع بيه او ان انا اسوق بيه. تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه. طيب انا عندي ده البرودكت، هو عباره عن ثلاجه. تعالوا نفتح الفوتوشوب. طيب انا عندي المقاس بتاعي اللي انا دايما بشتغل عليه، اللي هو المقاس ال HD او الفول HD، اللي هو 1920 في 1080. طبعا انا ممكن ابدا بارضيه على طول، عندي دي الحاجات اللي انا هستخدمها في الفيجوال بتاعي. ممكن ابدا بالارضيه على طول، وممكن ان انا اخد البرودكت بتاعي ابدا بيه هو الاول، حاجه زي كده. طبعا بعمل له ايه؟ ببدا اعمل له ايه؟ الظل والنور، نعكس واحده تانية منه بالشكل ده ونحولها ابيض واسود، خليها اسود كده مثلا. طيب بعد كده ممكن نظبط الزوايا سنه، ايه الحته ديت. طبعا انا عندي الحته ديت مش هتبقى مظبوطه، فانا هضطر ان انا اعمل لها بابيت راب من edit بابيت راب، وببدا اثبت الحتت اللي انا مش محتاج ان انا احركها. ممكن اثبت الاجزاء دي، والحته اللي انا عايز احركها بحط لها نقطه كده وبسحبها. طبعا عندي هنا عمل مشكله ان هو كله كيرد، فانا هكتر البابيت تراب شويه، هكتر النقط التثبيت بتاعتي. تعال نجرب كده. طيب هي مش مظبوطة سنة، بس أنا أكشلي أنا ممكن أخليها كده مؤقتا وأعمل ديت راستر، وبعدين ممكن نعدل فيها سنة بسيطة ب الليكوفاي. طيب أنا كده عملت الشادو، ممكن أعلل فيه سنة وممكن أعمل له بلور، جاوزن بلور بالشكل ده. ممكن نظبط سنة بسيطة الحتت اللي مش مناسباني بالشكل ده. طبعا كل ما بننزل لتحت كل ما بيكون الظل أقل أو الشادو أقل. ببدأ أمسح الجزء اللي تحت ده كده سنة، مثلا طبعا ببدأ احط له اللي هي الارضيات التانية او الظل التاني، اللي هو ممكن حاجة زي كده. بعمل دورية وبسكيو وبحطها تحت الفريج. بالشكل ده. عندي حتت طبعا مش مظبوطه، بضطر ان انا اقعد اظبط فيها. بعمل لير فوق اللير ديت وابدا اظبطها. طبعا ممكن اظبطها بالشادوز، وممكن ان انا اقص تاني او ان انا اعمل ماسك فوقيها وابدا اشتغل عليها تاني واظبطها اكتر. كده مثلا نهدي ده سنة بسيطة، ممكن نخليه overlay مؤقتا. عندي الجزء اللي هو في اليمين ده عشان يبان الانكسار بتاعه، يعني يبان ان هو قطعة تانية غير الجزء الامامي. ممكن نضيف حتة بسيطة قوي بالشكل ده من هنا مثلا لهنا كده. ونقللها خالص بالشكل ده كده.
كأنه شكل مجسم، بس طبعا هعمل له سنة برضو بسيطة بلير. كده هو إلى حد ما مدمج، هنمسح برضو جزء من هنا بالشكل ده. طيب أنا بعد ما عملت التلاجة نعمل لها جروب، ببدأ أشوف ممكن إيه تاني أستخدمه. أرضية مثلا، عندي طبعا هنا جبال كتير وأجزاء كتير ممكن نركبها. ماشي، خلينا ناخد حاجة واحدة واحدة. ممكن ناخد جزء زي ده، شوف ايه تاني عندنا. حاجة زي كده مثلا clouds ممكن نحطها في الأرضية، نكبرها شوية. نخلي دول تحت. انا مش هاخد غير جزء بسيط من فوق، يعني انا ممكن اخلي دي مثلا كده و اشيل جزء كبير قوي من هنا. كل ده انا مش محتاجه، او ممكن اكشلي سنة بسيطة بالشكل ده. امسح كل ده. طبعا انا بدوس زيرو علشان اخلي الاوباستي 100%. طبعا لو عايز الاوباستي اقل من كده ممكن ادوس 4، ممكن ادوس 3، ممكن ادوس 1 6 7. كل الارقام ديت بتغير في الاوباستي على طول اول باول، وبتخليني بيبقى شورت كات بالنسبه لي اسهل، يعني من ان انا استخدم مجرد ان انا احرك بالماوس او كده يعني. طيب تعال نشوف ايه تاني ممكن ينضاف. عندنا جبال تانية، هبدأ طبعا أوزع الحاجات اللي أنا هستخدمها أو الحاجات اللي هشتغل بيها في الشكل عامة. يعني ممكن حاجة زي كده ببدأ أشوف ممكن نوصلها إزاي. ممكن أخد جزء زي ده مثلا، شيله خالص. جزء زي ده أبدأ أكل فيه سنة بسيطة. كده مثلا عشان أدمج شوية مع الأرضية. طيب عندنا ايه تاني ممكن نستخدمه؟ عندنا في أشخاص، في حاجات تانية ممكن مثلا حاجة زي كده. أنا بحب أستخدم الجبل ده. ممكن أحطها مثلا بالشكل ده. طبعا أنا هيبقى عندي بعد كده مشكلة إن أنا أماتش الكالرز، إن أنا أظبط الألوان شوية. هنعمل له برضه ليري ماسك. طيب بعمل لير ماسك ازاي؟ بخلي الالوان بتماتش ازاي؟ ان انا بدوس كوماند يو وابدا، لو انا شايف الازرق فيها مثلا ابدا اقلل الازرق، ابدا اغمق سنه بسيطه، وابدا اشوف اقرب درجه للون اللي تحتيه. مثلا اللون اللي تحتيه ده غامق سنه بسيطه، فانا ممكن اخلي اللون قريب بالشكل ده. كده مثلا ممكن برضو جزء زي ده نبدأ نغير في ألوانه. طبعا هو واخد درجات الأزرق قوي، احنا عايزين درجات بتاعته مطفية. سوري،
طيب انا عندي الاجزاء ديت هتبقى مشكله شويه، لان انا كده كده يعني محتاج ان اظبط الوانها. بس انا بالنسبه لي في حاجات انا بغطي عليها بالارضيه اللي انا هشتغل بيها. يعني ايه؟ يعني انا لسه في حاجات هجيبها. نجرب مثلا حاجه زي كده. حاجه زي كده مثلا، ونستخدمها في الارضيه، نحطها فوق. وببدأ أظبط الأجزاء اللي أنا مش محتاجها. ممكن نسكيوز سنة بسيطة. طبعا الحتة ديت فيها مشكلة شوية، ممكن نخليها بالطريقة ديت ونطلعهم فوق سنة بسيطة. طيب ببدأ بعد كده. أنا عندي البرودكت أهو، ممكن نخليه قدام سنة. هنا مثلا عندي الجزء ده، ممكن نخلي الأشخاص فوق البرودكت نفسه. بس خلينا دلوقتي نظبط بقية الحاجات. عندي حاجة زي كده برضو ممكن استخدمها. وببدأ بعد كده أظبط الألوان أو الإضاءات اللي أنا محتاج إن أخليها موجودة في الفيجوال. طيب نبدأ نظبط الألوان شوية. ونعمل لده جروب. نبدأ ننور الأجزاء دي كلها. أنا طبعا باخد من الألوان دي وببدأ أحط عليها. ماشي، يعني الحتة دي ممكن أقلل فيها سنة. برضو بكرر نفس العملية وببدأ أنور فيها سنة بسيطة. خلي دلوقتي ممكن أجمع دول برضو وأضيف عليهم لير خفيفة من ده. بالشكل ده مثلا بحاول ان انا اقرب اكتر درجة متلائمة مع الشكل اللي تحت. خلينا نحط واحدة تانية فوقيها، ممكن درجة افتح سنة. و جاوزن بلور مثلا. نقلبها سنة. ماشي. طيب نبدأ نرجع للحاجات التانية الأساسية الموجودة هنا. ممكن حاجة زي كده. نشوف ايه تاني عندنا. ممكن شخص زي ده استخدمه.
طبعا اي حاجة انا مش محتاجها على طول بشيلها طبعا، واي حاجة انا ايتم بستخدمه بيفضل ان انا اعمله على طول سمارت اوبجكت واشتغل فيه. طلع ضغط فوق، ممكن برضو زي ما قلنا هنغير في الالوان بتاعته. طيب انا عندي الاجزاء اللي تحت دي، هضطر ان انا ابين الناس دي فوق الاشخاص. يعني انا عندي مثلا الجزء ده، خلينا الاول ننور الدرجة بتاعة الشخص، نخليها ازرق. طبعا بشيل منه درجة الاصفر لان المود بتاعنا ما فيهوش اصفر خالص. ببدأ اعمل له برضو جروب ويلارس فوقيه، وابدا انور على قد ما اقدر فيه. ببدا اشوف برضو الاوفرلاي ممكن يعمل لي ايه. خلينا نتركها زي ديت، ممكن اكترها شويه على جسمه. أنور سنة بسيطة تاني بالشكل ده. طيب أنا ممكن أجي لللاير دي أعمل منها واحدة تانية فوق، ماشي، وأبدأ أحاول أفصل الناس دي شوية عنها. خلينا نجرب السلكشن. طيب انا يفضل ان انا اعملها بالبرش على طول. بالشكل ده طبعا بحاول أبين الأجزاء اللي ورا. طبعا انا لو عرفت ان انا اخلي فيه اشخاص موجودة يبقى كويس، في نفس الوقت في حاجات ممكن انا اشيلها بكل بساطة، يعني ممكن ما تبقاش موجودة اصلا. يعني كل الكلام ده كده انا مش محتاجه. خلينا نقابل سنة هنا. وطبعا ببدأ أضيف الألوان نفس درجات الألوان على التلاجة ديت. نبدأ نحط ألوان مثلا فاتحة زي دي اهو. نبدأ أشوف درجات تانية ممكن تتحط. طيب أنا عندي الظل ده مضايقني سنة، هعديه من هنا.
ممكن نبدأ نمسح في الأجزاء دي شوية. وهدي لون أزرق كامل، ممكن لون من ده على التلاجة نفسها. ببدأ أشوف طبعا ايه أنسب درجة ممكن تبقى ماشية مع الأرضية بالشكل ده. أمسح الجزء اللي فوق سنة بسيطة. طيب، وببدأ أشوف ايه الحاجات التانية اللي ممكن تتضاف. يعني لو عندي مثلا الشخص زي ده ممكن يبقى فيه حاجة كده سباركس مثلا أو حاجة. طيب انا عندي ده لسه مضايقني برضو، ممكن امسح فيه شوية. خلينا نزوم هنا شوية كده في ايده، مكان ايده. الشكل ده مثلا ممكن امسح سنة بسيطة من تحت. وببدأ اظبط الجزء برضو اللي ورا شوية. سوري، ممكن مثلا الدرجة ديت. هبدأ أدي درجة أزرق كاملة على الفيجوال عشان يظبط معايا. عشان الألوان تماتش شوية مع بعض ممكن درجة زي ديت. ونهديها سنة بسيطة. ماشي، عايز برضو الدرجة ديت ممكن أعملها بلور، سنة بلور خفيف. مثلا ممكن اشوف ايه تاني عندي، ممكن ابدا احط effects فوق الحاجه. خلينا نصغرها سنة بسيطة. عندي ايه تاني ممكن استخدمه؟ حاجة زي كده. ممكن اشيل منها درجة الاصفر لان انا عندي الدرجة بتاعتي زرقاء. الشكل ده
شوف ايه تاني عندي ممكن استخدمه. ممكن نشوف حاجة زي كده هتديني ايه في الباك جراوند. طيب حاجة زي كده انا ممكن اكون مش محتاجها، فخلينا نشوف ايه تاني عندنا. حاجة زي كده مثلا ممكن تتحط فوق. هي ايرودي مقصوصة ومعمول لها درجة بسيطة من الإفكت. طيب هي عندي كده، ممكن برضه اشوف ايه تاني عندي. ممكن حاجة زي كده. ممكن مثلا بالشكل ده. طبعا هقفل الحاجات اللي انا مش محتاجها. ونبدأ نماتش كل الالوان مع بعض. يعني انا عندي مثلا حاجة زي كده محتاجة انها تتماتش شوية بالالوان بتاعتي. ممكن اعمل عليها لير واخد من الدرجة الزرقاء دي، او ممكن اخد درجة زي كده مثلا في الحتة الغامقة دي، وابدأ اعمل درجة تانية بحيث ان هي توريني ايه الاوبشنز المتاحة بالنسبة لي. ممكن actually option زي ده لطيف شوية. ماشي. طيب انا عندي حاجات زي كده، ممكن ابدأ احط عليها حاجة تانية. ممكن مثلا احط شخص زي كده. طيب هوريكم انا عملت ايه لما عملت التون او الدرجة اللي هي كرتون شوية. كمان تي طيب خلينا نعمل داتا جروب. اول حاجة انا هماتش الدرجة الزرقاء بتاعتي. خليني اغمقه سنة بسيطة واديله درجة سنة زرقاء. ماشي خليه كده. اوكي ممكن بعد كده ابدأ اشيل الحتت اللي انا غمقتها، يعني مثلا حتة زي دي ممكن اقللها طبعا عشان فليم فتبقى منورة قوي. ممكن افتح أجزاء زي دي. وأعمل لير جديدة عليها وأعمل شيفت ديليت. ندي درجة جراي. أوكي ونخليها سوفت لايت. بعد كده ببدأ أعمل دوج أند بيرن لأن أنا محتاج أغمق الجزء اللي ورا. الشكل ده مثلا. وممكن افتح الجزء اللي قدام. اظبط سنة في الدوتش اند بيرن. ممكن برضه الحتة دي تغمق سنة. مثلا ماشي. وببدأ أعمل له شادوز.
درجة خمسة برضو بنعمل الدورية بتاعتنا و بنصغر فيها خالص ونخليها تحت. دي أول درجة، ممكن أهديها سنة وأعمل لها overlay كده مثلا. ممكن أعمل واحدة تانية بالشكل ده، سنة بسيطة، خلي كل واحدة تحت رجل من رجوله. كده مثلا نجرب برضو نعمل لهم overlay كده، ونجرب نعمل نعد فلتر للجاليري بتاعنا. طيب هو الجزء ده انا بالنسبة لي معمول كأنه كرتوني شوية، يعني ده ممكن الستايل اللي أنا عامله بره، ممكن حاجة زي كده مثلا. هو كده واخد تقريبا نفس المود شوية. أنا برضو ممكن أطبق نفس الكلام ده على دي، يعني أنا ممكن أجي أعمل هنا برضو فلتر فلتر جاري ويا اكسكيوت بنفس الطريقة بالظبط بتاعت ده كده مثلا. طيب الجزء ده ممكن امسحه سنة بسيطة، خلينا نهدي فيها سنة. اوكي، وخلينا نضيف لير تانية بنفس الدرجة الزرقاء دي، ممكن كده مثلا. كده نمسح هنا شوية، وممكن هديه برضو شوية من على الراجل بحيث ان هو ما يبقاش بالشكل الكرتونيش قوي ده. اوكي، وابدا اديله برضو التونات الزرقاء اللي قدامي دي، شوف هيدينا ايه. كده مثلا ممكن نمسح الاجزاء دي شويه سنه بسيطه. طيب انا عندي لسه الاجزاء اللي تحت ديت مش متظبطه، الأجزاء اللي حواليا هنا دي محتاج إن هي تاخد لون تاني. ممكن أبدأ أدي درجات أزرقات، درجة زي دي مثلاً، ممكن أضيف حاجة تانية زي كده مثلا كأنها مضيئة شوية. ماشي، ممكن اجي للشخص ده مثلا ابدا اظبط الجزء اللي ورا شويه لان هو مش متظبط، ممكن اجي اديله التون شويه كرتونيش برضو. نزود قوي، وممكن اديله درجه بلو. كده مثلا نفس الكلام بالنسبة للعربية. خلينا برضو ندي درجات زرقاء.
زي ديت وهدي سنه حواليها. اوكي تعال نشوف التون دوت شويه كده، عايزين ناخد منه. ماشي، خلينا نظبط في العربية دلوقتي الأول. العربية برضو نفس الكلام، ممكن نديها تون زي ده. فلتر جاليري، اوكي، ونغمق سنة حواليها في الأجزاء اللي جوه. ممكن أخد درجة زي دي، كده مثلا، وانور الجزء اللي فوق العربية شوية. الشكل ده زي اللي مش محتاجينها كده مثلا. طبعا عندي الجزء بتاع التلاجة ده محتاج يتظبط شوية، محتاج ياخد شوية من المود بتاع الأرض نفسه، ومحتاج ياخد من السماء والإضاءات بتاعتي. فأنا ممكن أبدأ أزود الأجزاء دي شوية كده. نضوء سنة بسيطة كده مثلا، ونهديها سنة بسيطة بالشكل ده. طيب ماشي، ممكن أبدأ أضيف ألوان بحيث إن أنا أظبط الإضاءات بتاعتي شوية. خلينا ندي مود أزرق، درجة زي كده سنة. وندي درجات غوامق، يعني ممكن ندي درجة زي ديت مثلا، solid color و black. هعمل soft light وممكن انزل لخمسين مثلا، اربعين، واشيل الجزء اللي في النص ده سنة. الشكل ده اوكي. عندي طبعا الجزء بتاع الشمس مضيء سنة معايا، هحتاج ان انا اهديه. ممكن مثلا يبقى بالشكل ده. طيب بعد كده ممكن أضيف برضو درجات تانية على دي، درجة أزرق مثلا. soft light ونهديها سنة. ممكن نلعب في الليفلز، كيرفز،
طيب ممكن أضيف سحاب برضو وحاجات كده، ممكن حاجة زي كده. مثلا ممكن أعمل برضو حاجة زي كده، أضيف لها زي ريم لايت. هنا برضه نفس النظام، هعمل بلير سنة خفيفة. وهديها سنة، نفس الكلام هنا. كده مثلا ممكن أنزل بعد كده بالحاجات دي تشغل تحت، يعني أظبطها سنة كده وأنزل بيها تحت. لو عملنا كده مثلا، الشكل ده مثلا ممكن ننور سنة الأجزاء اللي ورا دي برضو شوية. طيب ممكن بعد كده اشوف برضو ايه تاني انا محتاجه، ممكن انور سنة هنا بسيطة. ممكن بالشكل ده، وبعد كده ممكن أقفل اللير وأبدأ ألعب في كاميرا رو فلتر. ببدأ طبعا الأول بدي أوتو، بشوف ايه المشاكل اللي عندي،
طيب خليني كده. نلعب سنة في الأزرقات وبعدين ممكن أغمق سنة الأطراف. الشكل ده ممكن أعمل منها واحدة تانية وأدي other high pass، خليها مثلا كده ونقللها سنة بسيطة ونحولها لينير لايت. طبعا انا لو عايز اضيف شوية اضاءات او حاجة من الحاجات دي ممكن ادي سوفت لايت وابدأ ادي مثلا بيرن تول مع الحتت دي سنة بسيطة وأبدأ أنور الحتت اللي أنا محتاجها فقط. طيب وبكده يا جماعة أكون وصلت لآخر الحلقة، حابب إن أنا أشوف آرائكم، حابب إن أنا أشوف كومنتاتكم، أتمنى إن شاء الله في الحلقة الجاية يكون الموضوع أحسن من كده، وحابب إن أنا يكون في تعامل تاني أكتر من كده. شكرا لكم.